للحديث عن الموضوع انضم لنا عبر الهاتف من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق وأستاذ علاقات دولية الدكتور جمال بيومي. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. قمة بين الكوريتين تسبق القمة الثلاثية المرتقبة ما بين الكوريتين بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو لقاء ترامب في مبادرة السلام كما سميت. يعني هذه القمة ما المتوقع منها، خاصة لما تحدثنا عن قمة الكوريتين ما قبل القمة الثلاثية مع واشنطن؟ هو يعني من يحاول ان يتوقع فهو يغامر مغامره كبرى، لان كلا الطرفين يعني ممن ينطبق عليهم غير متوقع تصرفاته. نعم. انبريدكتبل كلا القيادتين. لكن على اي حال الشيء الايجابي في هذا الاجتماع هو ان كوريا هي التي عرضت وامريكا قبلت، وكوريا في السبعينات والثمانينات كانت تعتمد على الصين كسند وعلى الاتحاد السوفيتي السابق كسند اخر. الان الصين هي اكبر شريك لدي الولايات المتحده، وروسيا تسعى لان تكون جزء من التحالف في مجموعه الثمانيه الكبار، وكلاهما يسعى الى الاستثمارات الامريكيه والغربيه. اذا الزمن تغير، التحالفات تغيرت، وبالتالي كوريا ان كانت يعني تسعى لتحقيق مصالحها فاظن انه خطوه للامام في هذا الصدد تفيد كوريا، خصوصا انه سبق وان نعمت كوريا من مجاعه والغرب هو الذي ساندها بالغذاء والمعونات. طيب هل هذا اللقاء وهذه المبادره القمه الثلاثيه هل يمكن ان تؤدي الى حلحله الازمه، الى تخفيف التوتر، الى يعني ربما تخفيف من التصعيد الذي شهدناه من خلال التصريحات التي سبقت الفتره الماضيه، وهل هذا هو هدف كوريا الشماليه ام مجرد ربما كسب المزيد من الوقت والمراوغه بنظركم؟ هو هنا نحن نعتمد على الذين يعاونون القياده في اتخاذ القرارات، وبالتاكيد ان هناك دبلوماسيه في كوريا الشماليه رغم انها يعني دوله شديده الصعوبه، لكن هناك دبلوماسيه عاقله ويمكن ان تعطي للقياده فيها بعض النصائح. ايضا رغم ان الولايات المتحده كما قلت الرئيس الامريكي صديق المزاج قليلا، لكن وزاره الخارجيه الامريكيه كثيرا ما توفق بين هذا وذاك. لعلنا يعني اقول انني متفائل تفاؤل حذر، لان هذا في صالح العالم طبعا، التوتر ليس في صالح احد وليس في صالح كوريا ذاتها، لان حتى لو كان لديها صواريخ عابره للقارات او قنابل نوويه فهذا لا يفيد هذا الشيء، حتى لو ضربت الولايات المتحده فهي ابعد ما تكون عنه. وبالتالي ارجو ان يعلو صوت العقل على الجانبين. طيب هل من تاثير للاجتماع الذي من المرتقب ان يعقده البرلمان الكوري الشمالي والذي يعقد بشكل نادر كما قيل، هل يمكن ان يكون له اي تاثير ايجابي على هذه القمه ام ان كل القرارات بالنهايه هي قرارات كيم يونغ اون؟ هو الرئيس الكوري ربما يريد ان يستعرض انه يعني على له تأييد كامل من الشعب الكوري. طبعا البرلمان ولو نظريا هو الذي يمثل الشعب وهو الذي سيعطيه المسانده لكي يذهب الى المفاوضات، وهو يعطي الانطباع ان كوريا كلها تقف وراءه، انه ليس زعيما منفرد بالسلطه، انما وراءه برلمان يفوضه فيما تسكر عنه هذه المفاوضات. اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا من القاهره مساعد وزير الخارجيه المصريه الاسبق واستاذ علاقات دوليه الدكتور جمال بيومي، شكرا جزيلا لك.